يعني بعد ما خلاص بدأنا ان احنا نلقح المواطنين في مختلف دول العالم علشان خاطر طبعا نقلل من اعراض وباء كورونا المنتشر عالميا، بدأنا نسمع عن الفطر الاسود والاصفر والابيض، وبالذات الفطر الاسود المنتشر بشكل كبير جدا في الهند واللي بيؤدي الى حالات وفاه. هو مش بس منتشر في الهند، هو كمان موجود في بريطانيا وعدد من الدول الاوروبيه. في حاله تقريبا ظهرت في مصر وبدات الناس كمان تتخوف من فكره انه طب ايه هو الفطر الاسود؟ هل ده بسبب وباء كورونا ولا بسبب مثلا سوء في التعامل مع الادويه؟ بدانا نسمع كمان عن بعض المعلومات اللي بتقول انه الاسراف في المضادات الحيويه بتؤدي الى الفطر الاسود، وبعض النصائح الثانيه اللي بدات تنتشر من غير المتخصصين في وسائل او مواقع التواصل الاجتماعي اللي يقول لك بعض النصائح عن الفطر الاسود اللي احنا برضو مش متأكدين ولا نعرف عنها المعلومات الكافية، لحد ما دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية قال إنه البلاد تجاوزت أولا الموجة الثانية من كورونا، بدأت الأعداد المصابة إن هي الحمد لله تقل، وشدد في الوقت نفسه على ضرورة الاستمرار في كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل انتقال المرض وتخفيف الحمل على المستشفيات. أوضح كمان خلال مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية لما بقى اتسأل عن الفطر الأسود، الفطر الأسود قال إن هو ليس أمر جديد، وما أثار القضية مؤخرا هو ظهور حالات في الهند وانتشار مرض السكري هناك ومرض كورونا، وطبعا إنه فيروس كورونا انتشر بشكل كبير جدا في العالم بيسبب التهابات في الرئة، فبنضطر ان احنا طبعا ندي المريض مضادات حيوية. للمزيد معنا دكتور محمد راشد استشاري التحاليل الطبية والفيروسات. صباح الخير يا دكتور. صباح النور على حضرتك مذيعتنا الجميلة، وصباح الخير على جمهورك الكبير العظيم. دكتور محمد، أولا خلينا نتكلم بقى عن الفطر الأسود، لأن احنا بنحب نسمع النصائح، بنحب نسمع المعلومات الطبية من المتخصصين بدلا من بقى مواقع التواصل الاجتماعي اللي بدأت ان هي تنشر حاجات يعني احنا مش عارفين مدى دقتها فيما يتعلق طبعا بالوقاية من الفطر الأسود وأسبابه ايه. وبدأنا نسمع ان الفطر الأسود سببه المضادات الحيوية، وفي دراسة تانية بتقول إنه سببه يعني نوع من أنواع الأدوية الزنك مثلا على سبيل المثال، أو قطر الزنك بيؤدي إلى الفطر الأسود. فصحيحة هذه المعلومات ودقتها؟ هو في البداية الأول عشان برضو طبعا أنا بشكرك جدا على عرض لهذا الموضوع اللي هو كثرة اللغط في هذا الأمر، وإن في كثير غير المتخصصين زي ما حضرتك بتتكلمي. احنا في البدايه عايزين نعرف يعني مستمعينك الكرام ان بدون الفطريات الحياه تنتهي على الارض، دي اول حاجه يعني. والفطريات دي بينقسم الى ثلاث انواع، في نوع منه بيبقى نوع مترمم يعني بيعيش على الانسجه الميته، وبالتالي ده بيخلصنا من كل المخلفات العضويه اللي موجوده وكل حاجه ممكن ان هي لو موجوده على الارض تعمل لنا مشاكل كبيره جدا. في نوع منه متعايش يعني بيفيد ويستفيد الكائن اللي بيتعامل معاه، وفي نوع منه متطفل اللي هو النوع الثالث بقى اللي هو بيسبب ضرر او يعني احداث مشاكل صحيه بالكائن اللي بيتطفل عليه. وخلينا نقول ان الفطريات موجوده في كل حاجه في حياتنا، موجودة في كل مكان، موجودة في الأماكن اللي فيها رطوبة، موجودة في التربة، موجودة في الهواء اللي حوالينا، وبالتالي من قديم الأزل الإنسان بيقدر يتعامل معها ويتكيف معها. لكن هي الإشكالية عندنا إيه؟ الإشكالية إن هو ظهور وباء أو جائحة عالمية، اللي هي أعلى من درجة أعلى من الوباء، جائحة عالمية، وأصبح العالم الآن مهتم بكل تغير يحدث مع هذا الوباء. وطبعا من الطبيعي ان 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 مجموعه امراض تظهر مع كثر الوقت موجوده، تظهر كمضاعفات او كمصاحبه نتيجه للاصابه بفيروس الكورونا او غيره. طيب هي تيجي امتى الفطريات؟ الفطريات بتيجي لما يجي الانسان بيكون طبعا ما فيش اهتمام بالنظافه الشخصيه، بتيجي نتيجة لضعف شديد جدا في الجهاز المناعي، لأن احنا بنسميها من الكائنات الانتهازية اللي هي بتنتهز فرصة ضعف الجهاز المناعي،
وخلينا برضو عشان المستمعين يبقوا عارفين يعني ايه فطر. الفطر ده زيه زي النبات ولكن من غير الكلوروفيل، يعني مادة الخضرة اللي هي موجودة في النبات ده الفطر زيه زيها من غير الكلوروفيل. عشان كده الموضوع مش سهل ان الفطر يصيب انسان، لان هو مش هو الترج، مش هو المستهدف بتاعه، والنسبة بسيطة جدا اللي هي بتصيب الانسان زي ما قلنا كده في حالات استخدام الادوية المثبطة للمناعة، في حالات استخدام زي المضادات الحيوية كده. المضادات الحيوية عشان برضو خلينا نكون واضحين، الموضوع مش على الإطلاق، لأن ده لأن المضادات الحيوية برضو بيبقى لها دور أو آلية في التعامل مع الإنسان في حالة المرض. الإسراف في المضاد الحيوي عشان نكون كده واضحين، الإسراف أيوة. فيه هو اللي ممكن في بعض الحالات يؤدي إلى الفطر الأسود. الإسراف طبعا الإسراف، والإسراف فيما يعرف باسم المضادات الفطرية، لأن المضادات الحيوية كذا نوع، في مضادات بكتيرية، في مضادات فيروسية، في مضادات فطرية. طب أنا آسفة يا دكتور محمد، يعني علشان الوقت وعايزين نستغل وجود حضرتك معانا دلوقتي، الزنك برضو في دراسة بتقول إنه الإسراف في الزنك ممكن يؤدي إلى الفطر الأسود، ولكن في نفس الوقت الزنك موجود في البروتوكول، في البروتوكول العلاجي للوقاية أو حتى للشفاء من كورونا. هو طبعا لا، هو الزنك كعنصر عنصر مهم جدا للجهاز المناعي، لان هو بيساعد مهم جدا في تكوين الخلايا المناعيه، لكن هو وما نقدرش نقول طبعا ان الزنك السبب وهو وجود الفطر الاسود، لا ممكن يكون هو احد العناصر المغذيه للفطر، لان الفطر يحتاج عناصر غذائيه بكثافه كبيره جدا عشان يتغذى، هو ده دوره، عشان كده بيقول غير ذات التغذيه، بيتغذى على حاجه. فالزنك هنا لابد ان هو يتاخد بنسب معينه مع الحفاظ على الجهاز المناعي، مع الحفاظ على عدم وجود عدوى. هو الفطر لو وصل مش هيتغذى على الزنك بس، هيتغذى على كل العناصر الغذائيه الموجوده والاملاح المعدنيه الموجوده والمواد العضويه، سواء كانت كربوهيدرات يعني حاجات كربوهيدرات او بروتين موجوده اذا حصلت الاصابه. لكن هو لكن عندك على سبيل المثال لو حصل مثلا يعني لو حد عنده اصابه بكتيريه في الفترة دي نقول ما ياخدش أي فيتامينات، نفس القصة، لأن هذه كائنات حية بتستغل وجود هذه العناصر وتتكاثر وتكثر وتنمو في جسم الإنسان. فالاستخدام الأمثل أو الاستخدام تحت إشراف طبي أو متخصص ده أفضل استخدام، لكن ما نقدرش نقول على الإطلاق كده إن الزنك. تمام صحيح. أنا بشكر حضرتك على هذه المعلومات القيمة دكتور محمد راشد، استشاري التحاليل الطبية والفيروسات. أنا بشكر حضرتك على وجودك معنا.